سادتي وموالي آل بيت محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف بمناسبة ولادة النور المبين والحق والمعرفة وحق اليقين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وبهذه المناسبة أدعو الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالخير والبركة، وأن يرفع عنا البلاء والوباء، وأن يرحم البلاد والعباد. وأدعو إخوتي إلى إحياء هذه المناسبة الجميلة وبيان فضلي وفضائل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في 13 من رجب، فإنها تلك الأيام التي تداول والتي تعطى لفضائلي وأسرار أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. نادي عليا مظهر العجائب، تجده لك عونا في الشدة والنوائب، كل هم وغم سينجلي بولايتك يا سيدي يا مولاي يا علي يا علي يا علي. علي بن أبي طالب ولادتي تشرفت الكعبة بولادتي، من كان أي نبي تشرفت به، أي وصي تشرفت به غير أمير المؤمنين. وفي هذه المناسبة ندعو من الله أن يرفع هذه الغم عن هذه الأمة ببركة ولادة سيدي ومولاي أمير المؤمنين عليه السلام. نبارك للأمة الإسلامية جمعاء وللمراجع العظام وللشعب العراقي بالخصوص مولد الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. هذا علي والأهازيج باسمه تشق الفضى النائي، فهاتوا معاوية وهات ابن هند إن وجدتم رفاته، وإلا فانشروها مخازيا. جعلنا الله وإياكم من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. نهنئ بقية الله في أرضه الإمام الحجة بن الحسن عجل الله فرجه الشريف بمناسبة ولادة أسد الله الغالب علي بن أبي طالب عليه السلام، ونهنئ المراجع الكرام وجميع الشيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها بالولادة الميمونة، وإن شاء الله هذه الولادة تكون بادرة خير وبداية خير لعموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، والحمد لله رب العالمين. في هذه الأيام الرجبية التي منح الله فيها الفرصة للالتقاء بالله سبحانه وتعالى عن طريق تأدية ما علينا وما فرضه في هذا الشهر، ومنها ميلاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، فلا يسعنا إلا أن نقدم التهنئة للعالم أجمع وللمسلمين أجمع ولشيعة أمير المؤمنين أخص بهذا اليوم المجيد الذي جعله الله سبحانه وتعالى نبراسا وطريقا لتنوير عقول من سولت له نفسه أن يضل، لأنه شخصية أمير المؤمنين أول طفل يولد في الكعبة المشرفة، وهذا دليل على الاختيار الإلهي أن يكون أمير المؤمنين أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره أن نكون الشكر لله سبحانه وتعالى على تولية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه للعالم أجمع. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين ينفقون أو يعطون الزكاة وهم راكعون. نهنئ الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه والأئمة الأطهار بمناسبة ولادة
أبيهم أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، الذي ولد في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى وهو الكعبة المشرفة. عندما جاءت فاطمة بنت أسد سلام الله عليها إلى هذا البيت، ويروي لنا ابن قعنب يزيد أو زيد ابن قعنب أنها وقفت بإزاء ذلك البيت المبارك وقالت: اللهم بحق جدي إبراهيم عليه السلام لما سهلت علي ولادتي، فانشق ذلك الجدار، جدار الكعبة المكرمة المشرفة وهي بيت الله سبحانه وتعالى، انشق من ظهره ودخلت تلك المرأة المباركة وهي فاطمة بنت أسد صلوات الله وسلامه عليها، وبقيت 3 أيام في ذلك البيت المبارك تطعم من طعام الجنة وتشرب من شراب الجنة. ومن ثم بعد ذلك أرادت النساء أن تدخل إليها فلم يستطعن أن يدخلن إلى فاطمة سلام الله عليها، ومن ثم بعد ذلك خرجت وبيدها أمير المؤمنين وسيد الوصيين صلوات الله وسلامه عليه، والشاعر يقول: بيضاء طاهرة الثياب نقية طابت وضاب وليدها والمولد ما لف في خرق القوابل مثله إلا ابن آمنة النبي محمد. فصلى الله على أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام المتقين، وهو أفضل رجل بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، فولد في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، وختم له أيضا في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى وهو مسجد الكوفة المعظم، والحمد لله رب العالمين. نهنئ العالم الإسلامي ومراجعنا العظام وعلى رأسهم السيد السيستاني دام الله ظله بهذه المناسبة الكريمة، وهي ولادة أمير المؤمنين ويعسوب الدين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. نهنئ العالم الإسلامي ومراجعنا العظام بولادة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، ونسأل الله تعالى أن يشملنا بشفاعته يوم الدين. نهنئ العالم الإسلامي والأمة الإسلامية والمراجع العظام والإمام المهدي عجل الله فرجه بولادة الإمام علي سلام الله عليه، وأن يمن الأمن والأمان على عراقنا الحبيب وعلى محافظ النجف الأشرف، وأن يمن على العراقيين بالصحة والسلامة. نهني الأمة الإسلامية بالمولود المبارك، المولود الحق، خليفة رسول الله، ابن عم النبي، زوج الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، أبو الإمامين الهدى وسادة شباب أهل الجنة، الإمام الحسن والحسين، أبو زينب الحوراء. فنهني الأمة الإسلامية بمولود علي بن أبي طالب مثل هذا اليوم المبارك.